احسب الايام ساعة ساعة وقمت احوط عمر على عمرك يا ابني يمت عيني تنام ليلة ليلة ساهرة يساهرني بدرك هالفرح ما دام اي هالفرح ما دام زفة وبحامة حروب حيرني امرك عام يخلف عام عام يخلف عام غصن وتضل علي وقعد بكترك امالي قد مشي بي كثرة بعدد ما تنحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غليب يا ومسلوب العمامة والرداء فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خذوا الماء من عيني والنار من قلبي ولا تحملوا للبرق منا ولا السحب ولا تحسبوا نيران وجدي تنطفي بطوفان ذاك المدمع السافح الغربي ولا أن ذاك السيل يبرد غلتي فكم مدمع صب لذي غلة صبي أبيت لها أطوي الضلوع على جوان كأني على جمر الغضا واضع جنبي رزاياكم يا آل بيت محمد أغص لذكراهن بالمنهل عذبي عمل لعيوني لا تفيض دموعها وقد فاضت دماكم على التربي وتعسيا لحربين
وتعسا لقلب لا يمزقه الأسى لحرب به قد مزقتكم بنو حربي أن أنسى وهل ينسى رزاياكم التي هي ألبت على دين الهداية ذويا ننسى طراد الخيل فوق جسومكم وما وطأت من موضع الطعن والضرب ننسى فوق الرماح رؤوسكم تطلع كالأقمار في الأنجم يا الشهبي أنا أنسى هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبرادهن صاحت أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاستأر ناداها من فقر وموح الله يرعى صبر يا خويا وسلمي أمرك المولى أنا راسي على راس الرموح هل رايح وياك يبرى العايلة ويتنا ليطيحون يختي استعدي للهضم والهضم جدام لابد يودوك سبايا المجلس الشايب وليتك تسمعين المسبب بمجلس العاب وهناك تلقين المرار اشكال وفنون ولي تقول حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوف شلون نسبيه والله سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا وزين العباد مقيدينا يبكي ويتلفت بعين هي ينادي أبو يحسي هي وين لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. روى الصدوق عن إمامنا الصادق عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من شك في أربع فقد كفر بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى أحدها معرفة الإمام في كل زمان وأوان باسمه ونعته. صدق مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر تعجيلا لفرج مولانا
بقية الله الأعظم ولشمولنا بخفي ألطافه وعناياته ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من المسائل المهمة التي هي محل النزاع بيننا وبين غيرنا هي مسألة الإمامة، والإمامة عندنا حالها كحال النبوة والرسالة من عدة جهات، هناك جهات اتفاق وهناك جهات افتراق. النبي والرسول من الواضح بأنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يتدخل في مسألة نبوتهم، يعني النبي ما سمعنا نبي من الأنبياء إن قومه جاءوا قالوا له أنت نبي، لا، وإنما النبي النبوة مرحلة وهي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. لذا تشوف ما في اختلاف عند المسلمين من هذه الجهة أن النبي لابد أن يكون تعيينه من قبل الله تبارك وتعالى، وكذلك الرسول، وهذه المسألة لا خلاف فيها، ولن تسمع يوم الأيام بأن هناك نبي قومه هم الذين اتخذوه نبيا، لا، الله هو الذي إني جاعل في الأرض خليفة. فهذه مرحلة ثابتة للأنبياء، وهذه مسألة ثابتة للأنبياء والرسل. جيد، والسبب في ذلك ليش؟ لأن ليش الناس ما يختارونه؟ لأنه يجب أن يكون هناك شخص مصطفى من قبل الله، معصوم، يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف كيف يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنزين يعبد الله، في واحد يعبد الله وما يعرف الله؟ المعرفة قبل العبادة، أول شيء نعرف الله ثم نذهب ونبحث ماذا يريد الله، لماذا خلق الإنسان، ماذا أراد من الإنسان، يبدأ يبحث. يأتي النبي يقول أنا مبعوث من قبل الله، أنا أعرف الله سبحانه وتعالى، وأنا جئت ليعرف الناس بمن؟ بخالقهم. جيد، والإنسان أيضا غريب الأطوار، تشوفه تارة شنو في قوة متضاربة، شنو عنده قوة شهوانية، لذا تشوف الناس وينهم خلف شهواتهم. ليش؟ لأن الشهوة موجودة في الإنسان، هناك من يستطيع أن يكبح تلك الشهوات وهناك من لا يستطيع، ولكن شلون يكبح تلك الشهوات؟ النبي يأتي ويعلمه يقول ترى هذا مو في محلها. نعم، يجب أن تكون هذه الشهوة في محل معين. نعم، لذا لا يجوز لك أن تنظر إلى المحارم، لا يجوز لك أن تصنع كذا. نعم، زوجتك حليلتك ينسق الإنسان، يعرف الإنسان أن هذا جائز وهذا غير جائز، هذا ممكن وهذا غير ممكن. هذه شنو وظيفة النبي. بعد الإنسان أيضا يغضب، ولكن تارة يغضب لله تعالى، وتارة الشيطان شنو يجعله يغضب، وتارة يغضب على والده والعياذ بالله، هذا بعد من الكبائر. الإنسان يتجرأ يرفع يمكن صوته على والده، عظيمة هذه عند الله. نعم، وقضى ربك ألا شنو تعبدوا إلا إياه وشنو وبالوالدين. شوف قضى يعني حكم أن لا تعبد إلا الله، وحكم الله شنو أن لا تعامل والديك إلا بماذا؟ إلا بالإحسان، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وتشوف أصلا تصل لنا رسائل ابن ضارب والده، هو يفتكر أن هذه مسألة عادية، هذه من الكبائر. فهذا غضب، والغضب نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن إذا أنت ما عندك غضب شنو اليوم أنت شنو ما تلعن وتتبرأ من شنو أعداء أهل البيت عليهم السلام. هذا الغضب ممدوح، ولكن مرات يكون الغضب في غير محله، أخ يضرب مثل أخاه، أو إنسان اليوم عنده عامل يفتكر أن هذا العامل من خلاص هو مخلوق له، لا، يأتي ويضربه يتجرع عليه، أو خادمة، وحاصل كثير هذا، يضربونها يمنعونها من راتبها وغيرها من هاي الأمور، هذا غضب مذموم.
أو غضب الزوج على الزوجة، أو غضب الزوجة على الزوج، أو هذا غضب شنو؟ مذموم. وإلا الغضب بحد ذاته أمر جيد، يغضب الإنسان لله تعالى لأوليائه. زين، من يعلم الإنسان أن هذا الغضب إيجابي وهذا غضب سلبي؟ هذا أيضا وظيفة منه النبي والرسول. شوف هذه القوة الموجودة في الإنسان متضاربة، شلون الإنسان يحكمها؟ الرواية تقول إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه. شوف عف بطنه، مو أي شيء يأكل. تدري الإنسان اليوم شنو المليان؟ شنو التجارة الناجحة؟ مطاعم. افتح مطعم تنجح تجارتك، وتشوف طابور تقول كل هذا واقفين علشان ها عشان المطعم. وانظر إلى المساجد تشوفها ما في أحد واقف باب المسجد، وين أصحاب المساجد؟ بس فتح الحظر تشوف المطاعم شلون لين نص الليل واقفين، يمكن 30-40 سيارة، ذاك اللي واقف آخر واحد ينتظر كل هذا الطابور حتى يأكل، حتى يأكل بخمس دقائق وخلاص. هاي شهوة. بينما أمير المؤمنين عليه السلام شنو كان عنده؟ قرصان من خبز الشعير ما يقوى أحد يأكلهم، ولكن أمير المؤمنين هكذا. لذا الإنسان يتعلم، يأتي النبي وينسق هذه الأمور، هذه الغرائز، يعلم الإنسان. لذا تشوف النبي يقول إنما بعثت لشنو؟ لأتمم مكارم الأخلاق. لذا تشوف أبو ذر سلام الله عليه، سلمان الفارسي، وين وصلوا؟ ليش؟ لشدة اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وآله، وصلوا مرحلة عالية. وهي وظيفة النبي والرسول. جيد، احنا نسأل سؤال. النبي صلى الله عليه وآله استشهد، خرج من هذه الدنيا بأبي هو وأمي، والتحق في الرفيق الأعلى. سؤال، الناس صاروا ملائكة بعد رسول الله ولا هم الناس هم؟ بالعكس، أصلا الناس إلى الأسوأ والأسوأ. إذا من زمان رسول الله القرآن يقول ظهر الفساد في البر والبحر. أصلا في اليوم ذنوب يرتكبونها الناس، الله سبحانه وتعالى مثل هذه الذنوب أنزل على الأقوام السابقة شنو؟ ريح صرصر عاتية جعلهم كأعجاز نخل خاوية، وصنع بهم ما صنع. واليوم كل شيء زواج مثليين، وتعالوا شوف، يريدون الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم ورود من السماء. أكيد تشوف هذا البلاء وتشوف هذا الوباء وتشوف هاي المشاكل. ليش؟ لأن ظهر الفساد في البر والبحر. فنحن نقول لهم يا جماعة، إذا الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء حتى يقوموا الناس، حتى يهدوا الناس، حتى يرشدوا الناس، هذه العلة باقية حتى بعد وفاة رسول الله. فهل الله يترك الخلق بلا راعٍ يرعاهم؟ لا، حاشا. إزاي منه هذا الشخص؟ نقول لهم هذا الشخص لابد أن يكون بمثابة رسول الله. شنو يعني؟ يعني أعلم الناس بكتاب الله. ولو تبحث وتفتش لن تجد أعلم من علي بن أبي طالب. لذا تشوف يقولون لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن. كانوا يقولون أين علي؟ إذا خلاص يقول لا يفتي أحد في المسجد وعلي حاضر، هاي شهادة. وكل شيء أحصيناه وين؟ في إمام مبين، في أمير المؤمنين. أنا مدينة العلم وعلي بابها. يوم من الأيام إمام أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة قال لولده الحسن، قال بني اصعد ارتقي المنبر. قال ارتقي وانت تنظر الي، يعني مضمون الروايه انت تشوفني اسمعني، ما اقدر اتكلم، شلون اتكلم وامير المؤمنين ينظر الي؟ امير المؤمنين قال انا اقف خلف اسطوانه، اقف خلف الام. شوف هيبه امير المؤمنين، الحسن لا يستطيع ان يتكلم. صعد على المنبر يقول سمعت جدي رسول الله يقول انا مدينه العلم وعلي بابها. نزل الإمام سلام الله عليه، قال له أمير المؤمنين بارك الله فيك يا ولد، أعلم الناس بعد رسول الله. لذا ما نزلت آية من القرآن في ليل أو نهار، في صيف أو شتاء، في منزل من المنازل، إلا وأمير المؤمنين يعلم تلك الآية، كل شيء يعرفها. بل أمير المؤمنين في الغار كان لما ينزل الوحي على رسول الله أخبر أمير المؤمنين، قال يا علي إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، إلا أنك لست بنبي. إيه؟ أنت مو نبي، بس تشوف اللي أنا أشوفه وتسمع اللي أنا أسمع. أنت مني بمنزلة هارون من موسى،
إلا أنه لا نبي بعدي. بس شنو تكملة الرواية؟ في تكملة للرواية ينقلها ابن شهر آشوب في كتاب المناقب، يقول هاي باطلينها. شنو هي؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي ولو كان لكنت. يعني لو كان في نبي بعدي لكنت أنت يا علي، لأن احنا عندنا الإمامة أرفع درجة. ها؟ مو الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا. زين؟ ثم بعد ذلك شنو؟ فلما جمع له هذه الأمور اتخذه شنو؟ خليلا. بعدين شنو قال الله؟ إني جاعلك للناس إماما. يعني ها بعد قال ومن ذريتي، قال يا لا ينال عهدي. هذا كلامنا. شنو عهدي؟ يعني الإمامة عهدي أنا، أنا أضعها حيث أشاء. يعني شنو النتيجة؟ النتيجة كما أن النبوة والرسالة لا تكون ولا يكون تعيينهما إلا من قبل الله، كذلك الإمامة لا تكون إلا بتعيين من الله سبحانه وتعالى. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فالناس حالهم بعد رسول الله كما كانوا قبل رسول الله بل أسوأ، فيحتاجون إلى شخصية كاملة. حال حال رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحتاج شخص بهذه المثابة. وأمير المؤمنين يقول لقد اتبعته، ولقد اتبعته اتباع الفصيل أثر أمه. اتبع اتباع وكان أعلم الناس بعد رسول الله. فالناس يحتاجون إلى من يقومهم ومن يعرفهم بالله سبحانه وتعالى، ولا طريقة إلا منه هذا الطريق الوحيد. لذا دعب الخزاعي رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه في قصيدته المعروفة مدارس آيات عند أبيات يقول ولو قلدوا الموصى إليه زمامها، لو أعطوه حق أمير المؤمنين، ولو قلدوا الموصى إليه زمامها لزمت بمأمون من العثرات. كان ما تصير هالعثرات. أخا خاتم الرسل المصفى من القذى، ومفترس الأبطال في الغمرات، فإن جحدوا كان الغدير شهيده، وبدر وأحد شامخ الهضبات، وآي من القرآن تتلى بفضله ويطعمون الطعام، وإيثاره بالقوت في اللزبات، وغر خلال أدركته بسبقها، مناقب كانت فيه مؤتنفات، مناقب لم تدرك بكيد ولم تنل بشيء سوى حد القنا الذربات. اسمع هذا البيت، يقول علي بن أبي طالب نجي لجبريل الأمين، وأنتم عكوف على العزة معا ومناتي. كانوا يعكفون على العزة ومنات. وين علي بن أبي طالب؟ علي ولد في بيت الله. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت باب تعالى شأن حارسه، بغير راحة روح القدس ما قرعا، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت أنت الذي لله ما فعلا، وأنت أنت الذي لله ما صنعا، وأنت أنت الذي لله ما وصلا، وأنت أنت الذي لله ما قطعا، حكمت في الكفر سيفا لو هويت به يوما على كتد الأفلاك لانخلعا، محدب يتراءى في مقعره موج يكاد على الآفاق أن يقعا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. وذكر أمير المؤمنين صلوات الله عباده بأبي هو أمي. يا علة الأشياء والشرف الذي معنى دقيق صفاته لن يعقلا، إلا لمن كشف الغطاء له وشق الحجاب، وشق الحجاب مجردا أو شق الحجاب مجردا وتوصلا، يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لن يكملا. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل،
إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل إن يحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. نعم هذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نعم لذا كما أن الأنبياء لابد من اصطفاء أن يكونون ممن اصطفاهم الله، فكذلك لابد أن يكون الإمام مصطفى من قبل الله. ومن هنا نرجع للرواية اللي بدأنا بها الحديث، الإمام يقول من شك في أربع فقد كفر بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى. من جملة هذه الأربعة اللي يشك فيها يكفر بجميع، يقول معرفة الإمام، اللي يشك أن معرفة الإمام واجبة كفر بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى. واحد يسأل ليش؟ أقول لأنه لا طريق لمعرفة الله إلا بالإمام. أي مو يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت. أي نعم، فشلون واحد يعرفك لله وهو جاهل بالله تعالى؟ لابد أن يكون الذي يعرف الناس بالله هو عالم بالله حتى يأتي ويعرف الناس، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فتحتاج لذا شو تقول أنت في الزيارة؟ في الزيارة هذه المختصرة تقول من عرفكم بس، ومن جهلكم بعد، ما عندنا غير هذا الباب. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. بعد ما في زورق وما في سفينة ثانية وما في والله تعلق لك بشجرة أو صعد لك فوق جبل، ما في. تركب هذه السفينة تنجو، ما تركب هذه السفينة شنو؟ لا تنجو. لذا من مات ولم يعرف إمام زمانه شنو؟ ميتة جاهلية بعد خلاص، يعني ميتة كفر وضلال. ليش؟ لأنه لا يمكن. شلون نوصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ إحنا ما أدركنا نبي من الأنبياء ولا أدركنا رسول من الرسل. زين، والنبي قال الخلفاء من بعدي كم؟ 12، أولهم علي بن أبي طالب وخاتمهم المهدي صلوات الله. لذا النبي صلى الله عليه وآله خلص المسلمين وأراحهم بالحديث المتواتر اللي يحفظه الكبار والصغار، وطول السنة نقرأ على المنابر ولا بد من حفظه. شنو هو؟ إني تارك فيكم ثقلين. شنو هما؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. زين السؤال، القرآن موجود أم لا؟ وين الثقل الثاني اللي لا ينفك عن القرآن؟ مو يقول لن يفترقا إلى يوم إلى حتى يردا علي الحوض، فوين الثقل الثاني؟ الثقل الثاني موجود صلوات الله وسلامه، بس أنت توجه له قول السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا حجة الله في أرضه. إيه موجود صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك في الليل إذا يغشى، السلام عليك في النهار إذا تجلى. أي نعم موجود، ولكن الناس هم حرموا نفسهم من هذا الإمام. الناس عندهم حرمان، ما يعرفون يتوجهون إلى إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام اللي الإمام الصادق عليه السلام لما سئل أنت أدركته؟ قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي. وأنتوا كل هذه الأيام تحضرون مجلس ها وبكاء ومواساة، خدمة لمن؟ خدمة لمن؟ للمعزة، لصاحب العزاء، صاحب الرزية العظمى اللي الله سبحانه وتعالى أعده لقطع دابر الظلمة، أعده ها لاستئصال الكفر، أعده ليظهره على الدين كله. فلا بد للإنسان أن يتوجه لهذا الإمام عظيم من العظماء. بعث الله 124,000 نبي وأوصياء لم يكمل الدين ولم ها يعني لم يظهر الدين على الدين كله، الله سبحانه وتعالى ادخر هذا الأمر لمهدي آل محمد. جيد، إذن كذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه معرفته واجبة اليوم. والإمام يقول ها من شك في أربع فقد كفر بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى. شنو أحدها؟ يعني أحد هاي الأربعة معرفة الإمام في كل زمان،
كل أهل زمان لازم يعتقدون بإمامة إمام من الأئمة، إحنا لازم نعتقد بإمامة الإمام المهدي صلوات الله عليه. جيد، زي شلون نعرف؟ يقول باسمه ونعته، باسمه صلوات الله عليه. تدري إحنا عندنا نهي روايات لا تذكرون اسمه، عندنا رواية أخرى تقول نادوه بالحجة صلوات الله عليه، وألفاظ أخرى. ونعته صفته، صفات الإمام لابد أن تعرف. شنو صفات الإمام؟ لأن اليوم وايد دجالين، عادي باكر يطلع لك واحد توه قاعد من النوم حلمان يقول لك أنا الإمام. إيه هاي صايرة طبعا، كل سنة يطلع لك واحد من هالدجالين، واحد يقول لك أنا حفيد الإمام. هم من هذا عندنا كثار ما شاء الله، وبنوا مؤسسات في هذا البلد للأسف. إيه باسم تبيان وما تبيان، الإنسان لازم يحرص ويدير باله من هؤلاء أوكار الشيطان. جيد، احنا ما عندنا اعتقادنا يجب ان نعتقد بإمامة 12 امام، نقطة. بعد ما عندنا اكثر من هذا، 13 و14 و12 مهدي بعده، ما عندنا هذا الكلام. احنا الى المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فالانسان لازم يعرف وصف الامام. ليش؟ لانه اذا عرف وصف الامام والامام قال انا الحجة، احنا نعرفه من صفات الموجودة في الروايات الموجودة. حال حال منه؟ حال حال رسول الله صلى الله عليه وآله. سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، عظيم العظماء، ما عندنا واحد وصل إلى رتبة سلمان. سلمان كان من الذين يعبدون النار، يعني آبائه. جاء من أصفهان، من تلك البلدان، شاف أن هاي النار، شلون يعبدون هذه النار؟ نار، هذا إله، يحتاج إلى حطب، يحتاج إلى من يوقدها، هذا غير إله، إله ضعيف. شاف أن هاي عبودية أصلاً شيء، لذا أخذ يقرأ في بعض الكتب، شاف أن لا، هناك ديانات أخرى، وهناك دين، وهناك أنبياء بعثوا، فشاف دين أقرب الأديان له، شنو؟ دين عيسى عليه السلام. نعم، فأخذ يجول في الأرض. طبعا والده حبسه أول أيام، بعد ذلك فر من والده، أخذ يبحث يبحث إلى أن وصل إلى المسيحية. مسيحية يوم الأيام، من راهبين إلى أن يقبض الراهب يموت، ينتقل إلى راهب. شاف منهم مخلصين، وشاف منهم سراق يدعون الناس إلى الصدقة وإلى الإحسان، وهو يأخذ الأموال، وشاف لا، هناك منهم. وطبعا حتى في المسيحية هناك من يقول بالتثليث، وهناك من يقول بأن الإله واحد. إيه نعم، فسلمان الفارسي اتبع تلك شنو الرهبان، صار راهب من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، يبحث عن الحق، إلى أن وصل إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى بلد آخر، إلى أن وصل إلى راهب من الرهبان، وأيضا تتلمذ على يديه. يوم من الأيام هذا الراهب أيضا مرض يرحمكم الله، واحتضر، قال إلى أين أذهب؟ قال لا أعرف أحد يقول بمقالتي، يعني هاي التوحيد على طريقتهم، ما أعرف أحد إلا أنا. بعد خلاص كلهم قبضوا، كلهم شنو توفوا، كلهم خرجوا من الدنيا. قال ماذا أصنع؟ قال الآن آن أوان خروج شنو خاتم الأنبياء، آخر الأنبياء. قال وين؟ قال لي يبعث وين؟ يعني راح يخرج في أم القرى، ثم بعد ذلك يهاجر إلى يثرب. زين شلون أعرفه؟ شلون أميزه؟ قال عنده علامات، شوف هني الشاهد. قال علاماته أنه لا يقبل الصدقة، نعم، وأنه يقبل الهدية. من علاماته أن خاتم النبوة على ظهره، يمكن قال من علاماته أنه تظلله الغمام. فأعرف سلمان في طريقة، في ذهابه في طريقة، رافق مجموعة من الناس، شافهم بالليل يشربون الخمر ويأكلون كذا، فقدموا له ذلك فلم يقبل، غضبوا عليه وضربوه، قال لهم لا تقتلوني، اتخذوني عبدا، استفيدوا مني. جيد، قالوا هذا خوش فكرة، وباعوهم بسوق النخاسين، وصار عبد، واشترتهم امرأة، ثم جعلتها على نخيلها وعلى بستانها. وين؟ في المدينة، في يثرب. يوم الأيام هو في بستانه، وإذا بالخبر جاء إليه، يا سلمان، قال شنو القضية وشنو هالصوت وشنو هذا؟ قال هناك من يدعي بأنه نبي وآخر الزمان وقد بعث. فاستبشر، قال لعله هذا هو النبي. شوف ايش كثر جال في الأرض يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عن الحق. أخذ معه شيء من التمر وجاء قدمه في اليوم الأول للنبي، قال ما هذا؟ قال صدقة. يقول فقدمه لأصحابه ولم يأكل منه، قال هذه العلامة الأولى. بعدين جاء له بشنو؟ بتمر آخر، قال تفضل، قال شنو؟ قال هذا هدية. يقول فتناول منه،
قلت هذه علامة ثانية. يقول أخذ يدور خلف النبي، النبي قال له ماذا تريد؟ لعلك تريد أن تنظر إلى ظهري؟ قال له بلى. فكشف عن ظهري وإذا بخاتم النبوة على ظهر، ألقى نفسه على رجل النبي يقبله. شوف إلى أن وصل. والإمام صلوات الله عليه الحجة اليوم موجود في الأرض، في واحد حاول يجول البلدان يبحث عنه يروح، إن شاء الله بعد يوم يومين نذكر لكم قضية مفصلة، واحد حج 20 حجة فقط ليرى الإمام، وفي 20 حجة في الرقم 20 أذن له في رؤية الإمام صلوات الله، 20 حجة حتى يرى الإمام. لذا الإنسان لابد أن يسعى ويتعب مثل ما تعب سلمان، ترك والدينه وأهله وكل شيء حتى يصل إلى وين؟ إلى الحق. زين، هذه أوصاف النبي، شنو أوصاف الحجة صلوات الله عليه؟ في خد في خال في خده الأيمن، شنو؟ خال شامة في خدي، أدج الحاجبين، يعني هناك اتصال، مفلج الثنايا، هناك تفرق في أسنانه. إيه نعم، صلوات الله عليه. وقد انحسر الشعر عن مقدم رأسه. إيه نعم، إذا شفت تشوف يتوقد منه نور القدس صلوات الله عليه، كما يقول الإمام الرضا عليه السلام. إيه، فإذا رأيته تقول له يا مولا أنت الإمام، يقولك بلى. شنو الدليل؟ شنو أي معجزة تريد؟ يفلق لك القمر، يطلع لك الشمس، يغيب لك الشمس. بعد هو حجة الله في الأرض، مو بعد مو فقط على الإنس، على الإنس والجن والسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، حجة الله في الأرض. ولكن هذه شمائل الإمام صلوات الله عليه، وأمره أبين من الشمس صلوات الله وسلامه عليه. لذا الإنسان لابد أن يسعى وأن يكون كسلمان يبحث عن إمامه. إيه نعم، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، هل من معين فأطيل معه عويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. تأتي للحجة، تعال له من طريق الحسين صلوات الله عليه. إيه نعم، لما تقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، هذا الثار من الذي يأخذه؟ ها؟ هو الحجة صلوات الله. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، شو نسوي يا مولاي؟ يقول فليبكي الباكون وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون، شي نادون أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلا مقطع الأعضاء، ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وساعد الله قلب الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين 35 عام يبكي على الإمام بأبي هو وأمي، ما قدم له طعام إلا ومزجه بدموع عينيه. إيه نعم، ليش؟ يقول لأني رأيت أبي وأخوتي ها مجزرين كالأضاحي على رمضاء كربلا. شلون تبي هذه العبرة ترقى يا سائل؟ ها، لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح، لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شاه. وين الأعظم؟ ها، ومصيبة اللي هيجت حزني علي، عاينت صدر حسين تحت الأعوجية،
حرقوا خيمتنا وركبها وزينب مطي شحكي يا ابو حمزه وشعدد من هالمصاب. قال له يا ابو حمزه حشايب نار ملهوب لا زاد يهنا لي ولا تهنه بمشروب. ليش يا مولاي؟ تشهير عماتي يا ابو حمزه بهالدروب نحل عظامي ولذيذ العيش ما طاب. انا ما نكسيت راسي لجيل ذبح الصنادي ما قصر وبالغاضرية زلزل قلبي. انا نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد حسره ومن نوح اليتام راس شاب وآل رسول الله تسبى نساؤهم ومن حولهن الستر يهتك والخدر سبايا بأكوار المطايا حواسرا. تقل أخويا طول الجان ما ينشاف شافه صوت الجان ما ينسمع سمعوا وخدر الجان ما ينداس داسه طقوني وابويا الفعل شتموه. انا طبيت للديوان والناس متجمعة من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس ومن شاهدان مهبط الراس صاحوا يا زينب وين عباس يا صاحوا يا زينب وين يا عباس. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في الصدر واليا وقوف بنا الوحي عند طليقها بحال به وشجين حتى الأعادي. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفة ورحمة ودعاه وخيرا واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرج واحفظه من بين يديه وعن يمينه وعن شماله وامنعه من أن يوصل إليه بسوء أنجز له ما وعدته من النصر وظهور الأمر. فرج عن شيعتي في مشارق الأرض ومغاربها اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين أيد وسدد حماة الدين. احفظ مقدساتنا يا رب العالمين. إخواني الحاضرين تقبل اللهم منهم فردا فردا اقضي حوائجهم وحوائج المحتاجين ادي ديونهم وديون المدينين فرج عنهم وعن كل مكروب فرج عن المسجونين المظلومين يا رب العالمين. إلهي نقسم عليك بحق محمد وآل محمد عليك أن تمن على سائر المرضى لا سيما المرضى المنظورين. إلهي ألبسهم ثوب الصحة والعافية والسلامة بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم منهم بأحسن القبول. ولأموات وأموات الحاضرين موتى شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة.
مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أحسب الأيام ساعة ساعة وقمت حوط عمر على عمرك يا ابني يمت عيني تنام ليلة ليلة ساهري ساهرني بدرك هالفرح ما دام اي هالفرح ما دام زفة وبحامة حروب حيرني امرك عام يخلف عام عام يخلف عام